شاركت معاه شركة أروما أحسن مسلسل اجتماعي، ومملكة يوسف الرابع أحسن مسلسل اجتماعي، مدينة إنتاج إعلام سلامة نور فاكري. تكريم للفنانة رشا الخطيب عن دورها مسلسل الوسواس. رشا الخطيب عن دورها مسلسل الوسواس. وبحيي كل الفنانين اللي فازوا معانا النهارده، اقدم لهم كل التحيه وتكريم لرشا الخطيب عن مسلسل الوسواس. حيوها.